A woman is balancing on a high wire which is tightly strung as shown in figure. The tension in the wire is about half the woman's weight, ولا twice, ولا equal, ولا much less than the woman's weight, ولا much more than the woman's weight. الأول نرسم كده المحورين عشان نجيب علاقة بين الويت اللي هو الكحل ده الدبليو. واضح ان الزاوية صغيرة خالص اهي، والاتنين دول طبعا شبه بعض، التي ده يساوي التي ده، لان تي لو زاوية دي صغيرة ثيتا نفسها هنا ثيتا، تي كوساين ناقص تي كوساين يساوي صفر، فالتي تساوي التي. طيب المعادلة بقى في اتجاه الواي نقول ايه؟ سيجما الاف واي يساوي صفر، يبقى تي ساين ثيتا اللي هو الاولاني ده زائد تي ساين ثيتا اللي هو الثاني ده ماينس الدبليو يساوي صفر. اذا اتنين تي ساين ثيتا يساوي دبليو. اذا التي بتساوي ايه؟ شوفوا بقى، بتساوي دبليو نص دبليو او دبليو على اتنين ساين ثيتا. طيب ركزوا بقى معايا، الساين ثيتا رقم شكل الزاوية صغيرة جدا لان الهبوط حاجة صغيرة، فالساين ثيتا تكاد تكون حاجة صغيرة قوي، مثلا بوينت 1، فبوينت 1 في 2 مثلا هيبقى بوينت 2، فلما اقسم دبليو على البوينت 2 تطلع 5 دبليو، لان 1 على بوينت 2 ب 5، فمعنى كده ان التي اكبر من الوزن بكتير قوي، اذا التي اكبر من الدبليو سواء ده او ده. ليه؟ لان الزاوية زي ما احنا شايفين صغيرة والساين بتاعها صغير، بوينت 1، بوينت 01، بوينت 05، بوينت 2، فبغض النظر هي بوينت كام، طبعا مش توصل حاجة كبيرة، مش توصل 30 درجة، مش توصل نص يعني. فلو كان مثلا بوينت 15 هتبقى 2 في بوينت 15 بوينت 3، لما تقسم 1 على بوينت 3 الرقم يبقى 3 وشوية، يبقى التي 3 وشوية من الدبليو، فهو ماتش مور ذان ذا وومنز ويت. ده الحل الصحيح الوحيد.